Parole de femme. بارول دو فام نرجو معاكم في الجزء الاخير تسمعوا فيها تضحك اليوم جيت وشيكسه اليوم رانيا تجوري اهلا وسهلا اهلا وسهلا في فورما دونك صافا تري بيان من غير ما نقول لك في تعدي جمعتك دونك تضحك مبتسمه ومنشرحه غروسو مودو لبيس الحمد لله تري بيان مرحبا بيك في بارول دو فام في الجزء الاخير حسين نعاود نرحب بيك يا عايشه الريك انت جوينا محبوبه انت في اي بي دو ليميسيون اخو سعدي دونك بارول دو فام معاك رانيا تجوري والجمعه هذيا تو في دوري السسبانس على الفيلم اللي حكينا عليه الفيلم صار فيلم دانيماسيون جابريسي اللي تنوع لنا دونك اخترت لنا الفيلم اللي اسمه لو بافانا اكزاكتومون بافانا بلوتو لي طفوله في افغانستان وعنده اسم اخر اللي هو ذا بريد وينر تنقول لهم بعدك علاش اسمه هكا جوست انت فكره على لا كوز فيمينين اللي دافع عليها الفيلم La cause féminine, une mineure, elle se retrouve face au hukoum taliban dans la période dédica و كيفاش تولي كيفاش تعمل كيفاش تتصرف في الوقت هذا. معناها موضوع اوسي كونسيستون في ان فيلم دانيماسيون. اكزاكتومون هو خرج ان 2017 اما نجمو نقعدوا نحكيو عليه جوسكا ميتنا بيسكو طالبين مازالت موجوده بون مش مي لا 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 الحكم مازال قاعد ماشي في افغانستان فما برشا بقايا في افغانستان مازالوا متاثرين بالسياسات هذايا الحقيقه معناها برشا نساء مازالوا يعانيوا من برشا حاجات تو نحكيو بعديك عليهم ذو بارفانا نكتشفوه معاك بعد شويه اون انفونس اون افغانستان هذايا الفيلم يسالنا فيكم في كولتور وفيمينا ما تو سيت بور وكونتر لو ديبا نتاعنا اخترت لكم هنا الموضوع هو ساعات الاقتراح يجي من حسين ساعات الاقتراح يجي من عندي انا اليوم حبيت نحكي على موضوع داكتواليتي بما انه نحكيو على قانون اللي يمنع نشر صور الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي دونك pour les parents qui postent les photos نتاع صغيراتهم راهو فما قانون القانون موجود لكن ذكرنا به الفتره هذيا مع برشا حاجات تهم لي ريزو سوسيو وغيره دونك برشا ناس ذكرت اللي فما جوستومون القانون il existe peut-être مش قاعد يطبق بالشكل الكافي لكن نحب ناخذ رايكم فيه القانون هذا تبدا معك رانيا انا بور او كونتر الحقيقه نتاع ربي ديما هي اكثر بور يا اكثر كونتر انا اكثر كونتر الحقيقه معناها كونتر القانون اي ما كونتر انك ما توريش انا با اكزومبل طونك مامون مثلا ما نعرفش وحسين اسكو معايا والا لي عندك ان كونت بريفي سامحني معناها انا مثلا صغيري عمل حاجه مزيانه شارك في كومبيتيسيون عمل حاجه محليها انيفيرسيرو علاش ما نبارتاجيهش مع العبيد القراب العزيز عليا انا طونك انا الكونت نتاعي لي بريفي نعرف شكون نحط فيه شكون ما نحطش فيه معناها ما تروف كو ما عنديش علاش ما نبوبليش حاجات كيما هكا جو بارتاج با سا افيك دي زامي اي ما فامي الحقيقه على هذيك انا جو سوي ان بو كونتر بور علاش بور لا توندونس ري لا توندونس اللي قاعد ياسر نشوفوا فيها الايامات انك اونتر بارونتيز كونسيكونس اكثر من لي توندونس 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 بور لي بلوغور اي لي بلوغوز ان فيت توصل يوتيليز ان فيت الصراحه اكزاكتومون معناها انا جو كوني سان سيتي لي نان دي بلوغوز اللي سامحني كان القانون هذا يطبقوا وصغارها مع شذر لا بد ما اشتبه توصل العباد ماش تبع خاطر هي تخدم كان بصغارها الكونتوني كله مركز على صغارها كيفاش يتصرفوا كيفاش يقوموا كيفاش يحكي وكيفاش نو جو تروف سا اميوزون جو تروف سا محليه اما كي يبدا فما قانون كيما هكا اكزاكتومون احسن لي خرايك اكثر بوغ ولا اكثر كونت ما تقوليش بوغ اكثر بوغ القانون اي هات نقول لك علاش ان فيت قبل راني كيما رانيا جو سوي كالكان كي بارتاج انورمون لي فوتو عندي فوتو دو جور نوصل في ولدي للمكتب معناتها من اللي كان في الروضه الى يومنا معناتها ديما عندي تصويره اللي نكمل سيزيام وانا كل نهار تصويره وحتى صحابي ويني تصويره ويني تصويره سي فغي رانيا معناتها ديما نقولوا عندنا نوتخ بوتي سيركل مي توا اون برونون دو لاج و اون فويون les catastrophes les qadin yisiru jurt justement les partages de photos walid tawa j'ai changé de d'avis naqast معناها هاكا je me permets nhabta tsawri ana une photo peut-être neutre de famille mais معناتها les photos nta asif en maillot etc et donc comme l'col les en fait اليوم l'image علاش معناتها je suis pour le canon hadaya khatr l'image nta sar peut être détournée à d'autres femmes malveillantes li ahna l'youm na'rfouhom fama des risques l'youm zada li hatta houni nahki et les parents et sghirat zada هي عندهم يوم اكسي او ريزو سوسيو ويصوروا هاو في دارها اتسيتيرا اليوم جرة التصويره نجموا ناخذوا دي زانفورماسيون اللي معناها هوني كي نحكي على لي ريزو راهو خاطر فما اليوم حتى الكبار ما يعرفوش معناتها يحطوا دي بارامتر دو سيكوريتي في لي ريزو تاعهم معناتها تلقاها بوبليك العباد الكل ماهيش سيكوريزي ماهيش العائله الكل اللي يجي ينجم يتبع دونك اليوم تنجم تلقى اللوكاليزاسيون تاع دارك وين اي صارت راهو يا يو ميم اليوم سرقه نتاع ديار
جرت اون اكسبوزيسيون دو فوتو نتاع صغيرات تعرف هما وين يسكنوا ايتترا هوني جو في ا ليكستريم يمكن ا بار لي فام اكزاكتومون كرياسيون دون ايدنتيتي اخرى جرت تصويره دونك عبد اخر خلي سامحوني في الكلمه اما يخدموا بيها معناتها تلقى تصويره نتاع صغيرك في دي ريزو واقع اباحيه ولا مضيفه معناتها سيكسويل معناتها اليوم وغيره معناتها دي ريزو بيدوفيل اكزاكتومون دونك ماذا بينا اليوم اون بريفيليجي بلوتو لو بارتاج معناها على دي ميساجري بوتيتر انستانتاني افيمير انا جو سو بلوس بور سو جور دو تروك معناتها كنحبوا اون بارتاج افيك اون بيتيت كوميونيتي هاكا فماشي ان كونت سور ان ريزو معناش عندي الحق نسمي ولا لا واتساب مثلا معناتها تنجم تبعث معناتها سور اون كوميونيتي وين اون سي كو سي سيكوريزي اتسيتيرا بور جوستومون ايفيتي هالمشاكل الكل اليوم قاعدين نراو معناها هاللي كاتاستروف هذوما الحقيقه وليت انا بدي نخاف. انا بور نو با ريبيتي اللي تقال باش نعطي راي دونك حسين نبهت برشا للمخاطر نتاع نشر صور الاطفال سور لي ريزو سوسيو دونك كيما قلت انت لغايات اخرى واللي هي تشكل خطر على الحياه الصغير وغيره. انا ضد القانون على خاطر انا نرى انه لو بارون ريسبونسابل دونك اون با بوزون دون لوا اللي هي باش تعاقب وقت اللي يتم نشر الصور. نورمالمون الولي مسؤول على صغيره وعلى سلامه صغيره دونك انا ما نحبش الحد من الحريات. كل واحد حر، كل واحد مسؤول على صغيره، كل واحد هو لي ريسبونسابل. دونك انا جيستيم انه كيما تقول رانيا وقت اللي فما عيد باش لبس حوايج صغير العيد لصغيري، وقت اللي فما نجاح ولا غيره اوكازيونيلمون في حاجات محليهم كون فو بارتاجي في اون سفير صغيره ولا كبيره شويه في تصويره عائليه مثلا يا تخي بو دريسك باش انه هذا شكل اخطر، لكن ولي يكون ريسبونسابل وقت اللي كيما نقولوا نوليو في استغلال الصغار مثلا في خدمه ولا في غير ولا معناتها بوغ اليمونتي ان كونت نخدموا به دونك اون بوست لي فوتو نتاع صغارنا وغيره. انا بيدي جو تخوف اللي هذا معناتها يقعد صغير عنده طفولته عنده الحق باش يعيش سون انفونس دو مانيير نورمال معناتها ما يلقاش روحه نهار اخر يكبر صغير ينجم يل تو روبخوش كاريمون انت كوالي علاش حطيت لي تصاوري وريتني انا في الحالات هذيك ولا غيره. صغير من حقه باش يعيش طفوله عاديه لكن لو بارون اون اي ريسبونسابل مش قانون اللي هو باش يعاقب الولي على هذا. اي جالي جوست روبوندير على اللي قلته انت ليم زاده معناتها اللي هو سي تري امبورتون على الصغير اللي هو يعطي سون اكور. ما نحكيش على صغير في عمره عامين ولا عام معناتها اليوم ادو ولا بتي معناتها جون بتي دو 5 ans تري ادوليسون فوالا خاطر اليوم معناتها صارت لي انا قبل معناتها شبيك هبطت تصويرتي من غير ما قلت لي الوغ كو انا عندي تصويره عاديه في الكهرباء اتسيتيرا دونك اليوم هو ما حبش هو ما يحبش يقول لي انا لعمري نهبط تصوري دونك ما تهبطليش تصوري. لكن هذيا القوانين اللي كل مره تحد من الحريات انا تقلقني معناتها لازمنا نعملوا على مسؤوليه العباد مش كل شيء عقوبه كل شيء قانون وكل شيء هكا برشا صرامه ولا هذا كان لو ديبا نتاعنا بوغ وكونتر. خلينا ندخلوا في البارتي هكا كولتوريل دو ليميسيون نحكيو سينما نحكيو على فيلم دانيماسيون. فيلم دانيماسيون كل قايل اون لوبريسيون كو سي بور انفون مي فينالمون هو راهو سي بور توت اج ويحكي على قضايا عميقه تهم المرأة. هيد نكتشفوا The Parvana une enfance en Afghanistan هذه culture féminine tout de suite مع رانيا تجوري. culture au féminin اليوم لينا باش نحكيو بوكس اوفيس لا قداش ربح لا قداش خسر لا قداش عمل لا حتى شيء. اليوم باش نحكيو على فيلم مستوحى من روايه معروفه برشا زاده. الفيلم هذايا دو بارفانا طفوله في افغانستان خرج عام 2017 للمخرجه نوره توي وانتاج لا فاموز لا ستار انجلينا جولي. هو فيلم رسوم متحركه كما قلت ريم ودراما او ميم طون. نبداو بملخص القصه. الفيلم بالاساس مستوحى من روايه كما قلت لكم تحمل اسم نفس الاسم للكاتبه ديبورا اليس ودور احداث الفيلم في افغانستان. الفيلم يوري البلاد هذه قبل وبعد حكم طالبان وانت تعرض بارفانا بنت 11 سنه الشونجمون راديكال في حياتها من نهار اللي بوها تشد الحبس وهو مظلوم. تلقى روحها في مجتمع يحقر المراه يهمش المراه كازي انكزيستونت مجتمع ما تنجمش لا تخدم فيه ولا تخرج فيه حتى للشارع وحدها وتتحرم من ابسط حقوقها. من هنا تبدا اجواء الفيلم وين بارفانا لا بتيت في انوسونت بلان دونتوزيازم تقرر انها تتحول وتتنكر في شكل وليد طفل صغير باش تنجم تعيش عائلتها وتولي هي تقوم بالدار في عوض والدها. ومن هنا تاخذ اسم الفيلم الثاني اللي هو The Breadwinner معيل الأسرة واللي هو الشخص اللي يتحمل مسؤولية العائلة. الفيلم ماهوش مجرد قصة مغامرة لطفلة صغيرة أما يتناول بشكل عميق العديد من القضايا النسائية المهمة.
مشهد التعليم ديما موجود لي سي تو ريماركي في اي فيلم يحكي على من كوز فيمينين معينه. لنا نحكيو على تصويره ليدوكاسيون وين تظهر اول سين البارفانا ووالدها ماشي للمدرسه وين بوها يحكي معها يفسر لها اهميه التعليم انه البنات عندهم الحق يتعلموا كيفهم كيف الاولاد يثقفوا يقراوا يجهدوا لكن مجرد انه تسيطر طالبين على الحكم كل شيء يتقلب ما بين ليله ونهار. المدارس تتسكر كين قدم البنات وهذا ورا حرمانهم من حقهم الاساسي وهذا سلط الضوء على الاضطهاد التعليمي اللي يعكس الواقع اللي تعيشه البنات في مناطق النزاع هذيا. لو شونجمون راديكال من طفل لطفله التنكر في صوره صبي ما كانش قرار سهل البافانا ديسان توري لي زيتاب نتاع التحول هذيا من مشطه الشعر تختار كيفاش تلبس حوايج ولاد هذا في حد ذاته تحدي كبير الطفله مينا قاصر في عمر البافانا ويوري صعوبات وتحديات اللي تواجهها البنات مش كان نساء كهو ميم لي مينور وكيفاش يحاولوا انهم يتكيفوا مع القيود المفروض عليهم. معناها المراه لازم تغير هويتها باش تتاقلم مع الظروف القاسيه هذا هي معناها. لا سوليداريتي فيميني الدعم 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 المراه للمراه وخاصه لنا في الفيلم نتاعنا الدعم للام لبنتها سان توري البارفانا ماهيش فاهمه روحها تتصرف كطفل ولا طفله ظهر تظهر امها تشجعها على اختيارها على قرارها انها تكمل تحاول ما تسلمش وهوني نشوفوا اهميه التضامن بين النساء في مواجهه التحديات. سين اخرى مشهد اخر قوي برشا في الفيلم في مواجهه الظلم وين بارفانا توصل تضحي بحياتها على خاطرها مش تقضي لعائلتها من السوق تلقى روحها في مواجهه الطالبين طفل عمرها 11 سنه تجمع روحها تجمع قوتها شجاعتها وتعبر وترفض الظلم اللي تواجهه. الفيلم مركز برشا على الحق في التعليم بالاساس القدره على العيش بحريه الدعم المتبادل بين النساء ورا قوه النساء عند التكيف ومواجهه التحديات رغم الظروف القاسيه اللي مرت بها. لقى اشاده كبيره الفيلم بيسكو تعدى كوم ديسان انيمي خاطر القصه مؤثره اللي فيه كانت تعالج قضايا حساسه وصلها سو فورم دو كاتيغوري بور لي انفون وين تم زادة ترشيحه للزوسكار كافضل فيلم رسوم متحركه في عام 2018. Rania Tejouli, merci beaucoup. La Hika, je ne connaissais pas ce film d'animation. Femme Barcha Lachkeya. معناتها الحكايه البسيطه احنا لخصناها اما هي فيها برشا برشا عمق معناتها كاريمون يعني نحكيو على فيلم تري انجاجي يحكي على واقع كما قلت انت واقع البنات والنساء اللي هو مازال موجود كما قلنا نحن في افغانستان في دول اخرى وغيان كو انا باش نربط مع الاكتواليتي ظهري ما نعرفش كي ريتو الاسبوع هذايا لا جون في في جامعه في ايران اللي ال سي ديزابيي كوم سي دو بروتيستاسيون على فرض معناتها لباس معين ما يخرجوش ما يخرجوش ما غير الرجال بيان سور معناتها مش كان على اللبسه في حد ذاتها لكن ان توكا على الفرد والقمع القمع فوالا على الفرد فتوني اوني با دون اون ايستوار فري اما بالحق معناتها ان افغانستان الروايه جوستومون اللي هو هذاك هو الواقع نتاعهم دو بوكو دو فام كي اللي جوستومون معناتها يمشيو يتنكروا في رجال معناتها اللي هو الفكره بالضبط الفكره بالضبط معناتها لو فيتك انك توصلها في سو فورم دو ديسان انيمي كي في سا معناتها سي 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 انجيلينا جولي انجيلينا جولي دونك هي المونجا المونجا و بخي دو سافوا aussi non d'accord والفكره finalement نتاع انه طفله صغيره 11 سنه اللي تتحول تتنكر من الطفله للطفل بلوتو الذكر باش تنجم تعيش دونك باش يوريك القمع وباش يوريك المعاناه نتاع النساء وباش يوريك الطفله صغيره كيف يجي لبالها انها توصل تعمل حاجه كيما هكا معناها ولا سوفرونس نتصور معناها نتاع لو فيلم ولا والموضوع وبيان سور كيما حكيت انت رانيا هوني التعليم التعليم اونكور التعليم دايور باش يسلطوا القمع وباش ما ينجم يغلبوا هذاك الكل ينساش يعملوا ينحيوا لهم التعليم وينحيوا يسكروا المدارس اكزاكتومون دونك العدو الاساسي هو الجهل فينالمون يعطيك الصحه رانيا تجوري على الاختيار هذايا ميرسي بوكو ميرسي اخترت لنا دونك الفيلم هذايا ذا بارفانا دونك الفيلم اللي تنجموا تتفرجوا فيه اذا كنت تحبوا تلقاوه نتصور سورمون ديسبونيبل سور لي ديفيرونت بلاتفورم اكزاكتومون وي بور لو فوار وعلاش تتفرجوا فيه زاد مع صغيراتكم ذا بارفانا اون انفونس ان افغانستان كانت هذه كولتور فيمينا مع رانيا التيجوري تبعتوا الاخبار الجمعه هذه نتصور وفما اخبار يهم لاسين ميوزيكال نحكيو على واحد من اكبر لي برودكتور دو ميوزيك كوينسي جونز اللي غادرنا الاسبوع هذايا توفى نهار 3 نوفمبر عندك فكره على الاخبار رانيا التيجوري جو ابخي لا نوفيل حسين وي ابسوليومون تريست نوفيل بالضبط لسه
الاسم يمكن معناتها تحسوا روحكم سمعتوه اما ما تعرفوش شكون كوينسي جونز غيرمون بوتيتر على خاطر هو وراء الاضواء هو ان غران برودكتور واللي طلع وامن بالتالون تاع بوكو دارتيست تري مايكل جاكسون ايفيكتيفمون الى برودوي لي 3 البوم واللي واحد منهم هو ثريلر نعطيكم التفاصيل خليني جوست نقول اللي كوينسي جونز كمان توفى عمره 91 عام دونك لي كومبوزيتور ترومبيتيست اي برودكتور امريكان هو منتج البوم ثريلر باردون لمايكل جاكسون واللي هو الالبوم اللي حقق الاكثر مبيعات في العالم اليومنا هذا دونك الى برودوي 3 البوم مايكل جاكسون الى كولابوري افيك لي بلو غران نحكيو على ري تشارلز على فرانك سيناترا هو زيد اللي عطى اول فرصه في التمثيل لويل سميث وقتها كان رابور ويل سميث وعطاه دوره في لا سيري لو برانس دو بيلير دونك انا من الناس هذوما اللي تعاملوا مع كوينسي جونز واللي معناتها عاونهم برشا في لور كارير وامن بيهم فما فرانك سيناترا واختار دونك غنيت فلاي مي تو ذا مون فرانك سيناترا تحبوا الاغنيه هذه؟ انا جادور دونك جي في ان تري بون شوا بون شوا اكسيلون ان فيت كوينسي جونز تعامل مع فرانك سيناترا كان لارانجور وكان لو شيف دوركستر نتاع فرانك سيناترا دونك قلت نختار اغنيه فرانك سيناترا نكملوا بها ليميسيون تاعنا فلاي مي تو ذا مون قبل ما نكملوا ليميسيون نخلي لكم لو مو دو لا فان نشكركم بيان سور اللي كنتوا معايا احسن كلمة الختام كلمة الختام سيتي تري بيل ايميسيون ديجا جوست بور ريبوندير على كوينسي جونز اللي هو زاد الى بارتيسيبي ا بوكو دو فيلم ان طونك كومبوزيتور دو ميوزيك مع ستيفن سبيلبرغ الى ايكري بوكو دو تيتر دو ميوزيك دونك ميز ا بار اللي هو وراه معناتها نجوم خلينا نقولوا دونك هو بيدو معناتها نجمه زاد اي ميرسي بور لو شوا دو لا شونسون خاطر نحبها برشا شكرا لك وبالحق ما يجيش لبالي باش نحط فرانك سيناترا في الكهرباء ولا كي نمشي دونك اليوم جوستومون فوالا دونك توا باش نسمعوها ديريكتومون ايفيكتيفمون ايفيكتيفمون رانيا تجوري كوينسي جونز فما انيكدوت صغيره ما نعرفش تعرفوها ولا لا على اغنيه معروفه برشا وي ار ذا وورلد سورتي ان 85 على المجاعه في اثيوبيا ايزاكتومون سيتي شكون كتبها كتبها ليونيل ريتشي ومايكل جاكسون كوينسي جونز كان في لي كوليس il a été chargé pour rassembler les grands artistes pour participer en fait Quincy Jones fait l'enregistrement mémorable à cette époque là j'ai fait le studio à l'entrée du studio que tu check your ego at the door laissez votre ego à la porte pour rappeler les artistes que le projet était avant tout humanitaire oui. Excellent, Rania. Merci d'avoir raconté cette anecdote. La chica, c'était important aussi. Je n'ai pas dit la chica. On est We Are the World. On est à. Alors, tu as parlé arabe, mais aussi jones et d'acheter que fait ça. Ou la barche, des artistes, des sommités. Exactement. On est allé qui m'a raconté si fait cet aspect engagé ou li l'insania jamara finalement. On est à Hedia. Merci pour cette anecdote, Rania. T'es jolie. Nous, je crois que les côtes marines africaines. Merci. 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 نتمنى لكم ان اكسلنت ديمانش ليكم الكل انتم زيد مستمعينا ميرسي اللي تابعتونا وسمعتونا باسي ان اكسلنت ديمانش موعد جدد لحد الجاي من 10 النص نهار ريم الانجليز رافقتكم وميكرو ايماني بن ناصر في الاخراج تقوم مديوني في الاخراج الرقمي ملتقانا يجدد الاسبوع الجاي نقول لكم في الامان باي باي.